لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لتاني فقراتنا الموجوده معانا النهارده. ومن ساعه ما الهيئه القوميه لسلامه الغذاء اتعملت فيه مجهود كبير الصراحه بيتم على الارض وبنشوفه ملحوظ لينا جميعا. يمكن مفتشي الهيئه شهود على كل المجهود اللي بيحصل وعندهم تفاصيل كتير جدا متعلقه بالغذاء وسلامته. وبما اننا بقى في فتره استثنائيه ليها علاقه بحظر تحرك واغلاق مطاعم فحابين نعرف تفاصيل اكتر عن طرق الاكل السليم، التاكد من سلامه الغذاء، ايه هو اصلا الغذاء الامن؟ ايه هي الملوثات اللي ممكن المفروض ناخد بالنا منها عشان تقينا ان احنا يوصل لنا غذاء امن؟ كل ده هنعرفه النهارده من دكتور بسمه سليمان مفتش بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد وصباح الخير على كل المشاهدين. هو ايه اصلا الغذاء الامن؟ في غذاء امن وفي غذاء مش امن؟ اه طبعا. في؟ الغذاء الامن هو الغذاء اللي بيحتوي على ملوثات لا تتجاوز الحد المسموح. لا واحدة واحدة، يعني أنا الآمن فيه ملوثات؟ بس لا تتجاوز الحد المسموح بحيث إن الجسم بيقدر إن هو يعني يتخلص من جزء كبير من الملوثات دي. طب معلش يا سنة مستفزة شوية، يعني مفيش غذاء آمن خالص؟ مفيش أي ملوثات؟ في نسب، يعني نسب تمام؟ إحنا عندنا يعني إيه ملوثات؟ أو إحنا بنقول غذاء يعني مش هنقول خالي تماما من الملوثات، ولكن في نسب ما تجاوزتش الحد المسموح به طبعا عالميا. يمكن لما اعرف الملوثات افهم شويه. خلينا ناخد الغذاء الامن الاول. هنتكلم على الملوثات. اول حاجه احنا عندنا اربع انواع من الملوثات. في ملوثات فيزيائيه. تمام. زي عندنا مثلا الازاز، قطع الازاز، لو انا عندي ازازه كسر في مكان بجهز فيه اكل فوارد ان شظايا الازاز تدخل في الاكل. ماشي. زي البلاستيك، زي الخشب، لو انا مثلا عندي كونتينر خشب فوارد ان هو يكون. دي المواد الفيزيائيه عامه. المواد الفيزيائيه، في مواد فيزيائيه بتبقى جزء من الاكل نفسه، زي مثلا نواه الزيتون، لو انا بعمل زيتون مخلل، فلو النوايا موجوده في البرطمان بتاع المخلل فممكن تسبب لي ضرر صحي. ما هي الملوثات هي لازم بيكون ده وجودها في البرطمان ولا لو انا بلعتها؟ ما هي وجودها في البرطمان انا وارده ابلعها. تمام. فده كده خطر فيزيائي انا شايفه بعيني. ماشي. الشوكه بتاعه السمك لو انا اكلتها دي برضو تمثل خطر فيزيائي. العظم اللي موجود في الحيوان فده خطر فيزيائي موجود بالفعل جزء من الغذاء بتاعي. عندنا طبعا جزء من برضو من الملوثات الفيزيائيه الشعر، عشان كده دايما نقول اي حد بيتعامل مع الغذاء لازم يكون لابس غطاء للشعر. ست البيت في البيت قبل ما تدخل المطبخ مهم جدا ان هي تغطي شعرها. تمام. الضوافر، لو الضوافر طويله ممكن ان هي تتقطم وانا بجهز الاكل فبرضه تمثل عندي خطر فيزيائي. ماشي. تاني نوع من انواع المخاطر الخطر الكيماوي. زي متبقيات المبيدات، طبيعي ان احنا عندنا دلوقتي نباتات وزراعه فطبيعي ان يبقى عندنا متبقيات مبيدات. لها حدود طبعا مسموح بها وحدود لو تجاوزتها تمثل عندي خطر كبير. ماشي. زي المبيدات الحشريه، السيدات اللي بترش المطبخ بمبيد حشري او كده وارد ان هي تبقى معرضه الغذاء بتاعها لمخاطر كيماوي. تمام. بعد كده عندنا المخاطر البيولوجيه، يمكن احنا دلوقتي العالم كله في صدد فيروس كورونا. المخاطر البيولوجيه هي لها علاقه بالكائنات الدقيقه الحيه الدقيقه التي لا ترى بالعين المجرده. طبعا احنا عندنا قطاع كبير من الكائنات الدقيقه احنا ما بنشوفهاش بعيننا بس بنشوف اثرها. فعندنا البكتيريا والفيروسات والطفيليات والخمائر دي كلها احنا في صددها، ويمكن دي اخطر عدو عندنا لان احنا مش شايفينه. بنقول ان البكتيريا اكثر خطرا من الفيروسات. ليه؟ لان البكتيريا بتتكاثر خارج الجسم الكائن الحي، يعني انا عندي ممكن لو برتقانيه او تفاحيه ممكن انا وسبتها هلاقيها فسدت طبعا. الفساد ده كائن دقيق بدا ان هو ينمو عليها. تمام. فطبعا البكتيريا دي عائلات وكائن حي فبتحتاج لظروف علشان تنمو طبعا. فاحنا بنقول ان الظروف دي من اساسها النيوترنت نفسها او المواد الغذائيه. يعني عشان تنمو وتتكاثر لازم ان هي بتحتاج عناصر غذائيه طبعا. البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي موجوده في الغذاء ده بتبقى مصدر للغذاء بتاعها. والميه طبعا الكائنات الدقيقه بتحب الميه جدا. عندنا كمان درجة حرارة زيها زي الإنسان، احنا برضو في درجات حرارة البكتيريا بتتحملها وبتحبها. ودي بنسميها الدنجر زون أو درجة الحرارة الخطرة. ليه؟ لأن البكتيريا زي ما اتفقنا إن هي بتنمو بسرعة وبتتكاثر بشكل كبير في الفترة دي. تمام. وبنقول إن الفترة دي هي درجة الحرارة اللي أعلى من 5 اللي هي بره التلاجة وأقل من 63. الفترة دي مهم جدا إن أنا أحافظ إن الأكل بتاعي بعد ما أطهيه، بعد ما أطبخ الأكل بتاعي في البيت بعد ساعتين لازم احطه في الثلاجه علشان ما ابداش في درجه الحراره ان انا اوصل لها وابدا ان انا اعاني من مخاطر في الغذاء بتاعي. تمام.
عندنا كمان من ضمن الحاجات اللي بتحبها البكتيريا درجة الحموضة، هي تنموس في درجات حموضة عالية، يعني الليمون والخل. يمكن بعض الناس دلوقتي بدأت تتجه طبعًا للمطهرات أو بعض الحاجات بتستخدمها من الليمون والخل ده، لأن درجة الحموضة نفسها بتبقى عالية، فالبكتيريا مش هتقدر إن هي تنمو في درجة الحموضة العالية. ولو إن بعض الكائنات الدقيقة أو بعض البكتيريا عندها القابلية إن هي تنمو في درجات حموضة أقل أو درجات حرارة أقل، تمام. ولكن إحنا بنتكلم على الغالبية العظمى. تمام. طبعا عندنا من ضمن برضو الحاجات اللي البكتيريا بتحبها عندنا الوقت. البكتيريا بتتكاثر طبعا كل 20 دقيقة بيبدأ العدد بتاعها يتزايد، وبكده احنا بنقول ان احنا عرفنا ايه الحاجات اللي البكتيريا بتحبها علشان نتجنبها. طيب انت قلت الملوثات دلوقتي، خلينا نمسك بقى واحده واحده عشان اعرف اتلاشاها ازاي. انت عندك حاجه رابعه اعتقد. الملوث الرابع هو الاقل خطرا، لان ده بيبقى ملوث احنا عارفينه. في بعض الناس بيبقى عندها حساسيه لبعض العناصر الغذائيه زي حساسيه اللبن، بعض الناس عندها لاكتوز انتولرانس، يعني لا دي مشاكل بقى يحلها، انا مالناش دعوه، انا بتكلم ان هي تبوظ الاكل، لان الاكل سليم ابوظ الاكل، انما هو عنده مشاكل هو الصحه، لان الغذاء اساسي، مهميه الغذاء ان هو يحسن صحتي. طيب خلينا ناخد الملوثات انا اتجنبها ازاي بالظبط. الملوثات الفيزيائيه اللي حضرتك قلتيها هاخد بالي منها، هشوف يعني لو في ازاز لا قدر الله وقع في حاجه بتاع هقدر اخد بالي منها. الستات اللي سامعيننا دلوقتي بعد اذنكم، ولا شعر ولا ضوافر عشان ما يبقاش في تلوث في الاكل. صحيح. اعتقد الفيزيائيه كلنا نعرف ناخد بالنا منها بالظبط. صح كده؟ صح كده. هي المشكله زي ما حضرتك قلت في البيولوجيه، دي فيروس بقى او بكتيريا. بكتيريا يمكن عندنا بعض الخبرات او ستات البيوت عارفين بعض الخبرات، لكن الفيروس بقى نفسه انا اخد بالي منه ازاي؟ يعني برضه من حاجه مش متشافه. طيب هو مش متشاف، بس احنا عندنا الفيروس طبيعته بتختلف عن البكتيريا، ان هو طول ما هو على السطح فهو كائن غير حي، يعني هو مش هيتكاثر ولا هيبوظ لي اكل ولا كده، بس هيفضل موجود على السطح. هيفضل موجود. الحاجه عامه هي ايه بالظبط؟ مشكله الكورونا فيروس عندنا، وليه دايما يعني كلمه السر في مكافحه الفيروس دلوقتي تحديدا، النظافه. طبعا. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي لو انا لمست السطح او جبت غذاء، وارد ان يكون الفيروس على سطح الغذاء. طبعا. لو جبت سي مثلا كرومب او خاص، احنا دلوقتي طبعا البيوت كلها بدات تتجه للغذاء الطبيعي بالظبط. فلو انا ما غسلتش ايدي كويس جدا قبل ما اوجه ايدي لوجهي، سواء العين او الانف او الفم، وارد ان الفيروس يبدا استنشاقه اللي هو كار ان اي او دي ان اي، ويبدا ينمو جوه الجسم، ويبقى الجسم في الحاله دي. دكتور بسمه واحده واحده، انا جبت دلوقتي البرتقان او الخضره او الحاجات دي كلها، هحطهم في الحوض واغسل ايدي وبعدين اغسلهم هم؟ هنتكلم بقى. ما انا عايزه عشان التفاصيل. بس دي ستات البيوت دلوقتي قاعده بتتفرج علينا، عايز اعرف تغسل حاجه ازاي وتعمل ايه. حلو، احنا اتكلمنا كده على الملوثات اللي احنا هنكافحها. تمام. انا داخل المطبخ دلوقتي هجهز اكل. اول حاجه اغسل انا مين، انا ولا انت ولا الرجاله؟ ما هي دخلت دلوقتي هي كمان، هي الرجاله قاعدين في المطبخ. اي حد دلوقتي بيشتغل في الغذاء بنسميه متداول الغذاء، اللي هو بيبدا يجهزه او يعده او يطبخه. فالشخص ده بيبدا قبل ما يدخل المطبخ لازم ان هو يبقى لابس لبس نظيف. حتى دايما بنقول ان الشيف لما بيكون جاهز بيجهز اكل بيلبس لبس ابيض طبعًا، عشان بيبين طبعا درجه النظافه. طبعا. مهم جدا طبعا نغطي شعرنا زي ما اتفقنا، وهنغسل ايدينا. عمليه غسيل الايدين دي مش مجرد ان انا ببل ايدي تحت الحنفيه او بستخدم صابون، لا، دي لها خطوات. ومن اهم الحاجات اللي احنا لازم نتعلمها في الفتره دي ازاي اغسل ايدي. وفي عندنا اليوم العالمي لغسيل الايدي. تمام. اول حاجه ان انا هفتح الحنفيه بايدي اللي مش نظيفه، فدي نقطه مهمه. هفتح الحنفيه وبعدين هبدا ابلل ايدي واستخدم الصابون بتاعي. ماشي. وبعدين ابدا افرك ايدي كويس جدا، اتخلل الميه بالصابون بين الصوابع تحت الضوافر، وابدا ان انا اللي هي المده من 20 ل 40 ثانيه بالظبط. احنا غسيل الايدين كله بياخد حوالي 60 ثانيه دقيقه. وابدا ان انا افرك طبعا ايديا كويس جدا، لان لو في اي بكتيريا او اي عوالق طبعا دي بتنزل مع الماء الجاري. وبعدين ببدا طبعا ان انا اغسل الصابون او اغسل ايدي كويس، بنزل الصابون وبعدين هقفل الحنفيه. مهم جدا وانا بقفل الحنفيه لو هي مش حاجه حساسه سنسيتيف، وهبدا اقفلها بايدي، لازم ان انا اجيب منديل واقفل الحنفيه، لان انا كده نظفت ايدي، لو استخدمتها تاني فوارد ان انا معملش. انا الصراحه بقى في النص بروح غسل الحنفيه، انا بفتح الحنفيه اروح جايب الصابون واغسل الحنفيه وبعدين ارجع اكمل ايدي عشان ما اقفل ابقى في الامان بقى. ده شيء كويس. يمشي الكلام ده؟ يمشي الكلام. ماشي. هي الفكره ان في ناس ما بتاخدش بالها من النقطه طبعًا. دي. وبعد كده ببدا انشف ايدي كويس جدا، انا كده نظفت ايدي، انا كده نضيف، انا كده ايدي عايز انضف بقى الحاجه اللي انا هعملها بالظبط. طبعا في الوقت في الوضع الراهن اللي احنا فيه بنستخدم المطهر. احنا عندنا في فرق بين عمليه التنظيف وعمليه التطهير. عمليه التنظيف هو ان انا بعمل ازاله، بشيل كل الحاجات اللي هي اللي ما لهاش لازمه زي التراب. تمام. بنضف تراب، بنضف بقايا طعام، فانا بعمل لها ازاله. وببدا ان انا اصبن وببدا ان انا اغسل.
تمام. عمليه التطهير دي انا بقتل بيها الكائنات الدقيقه اللي انا مش شايفها. صحيح. فسواء بستخدم الكحول او بستخدم الميه السخنه، لان برده من ضمن الحاجات المهمه ان احنا واحنا بنغسل ايدينا تكون درجه حراره الميه يعني من دافيه لسخنه. تمام. علشان طبعا الكائنات الدقيقه زي ماشي. ما اتفقنا الدينجر زون. تمام. داخل المطبخ بقى. المطبخ نفسه لازم يكون بيئه نظيفه برده. اول حاجه الباسكت اللي انا هرمي فيها بقايا الطعام دي تكون بتتفتح بالقدم ومغطاه عشان ما المسهاش. بالظبط. تمام. لمستها اروح اغسل ايدي تاني. فحضرتك واخد بالك امتى بغسل ايدي؟ دي هنتكلم فيها برده. تمام. بعد كده الاسطح بتاعه المطبخ كلها متنظفه زي ما اتفقنا ومطهره زي ما احنا متفقين. ماشي. جبت الاكل بتاعي، الادوات اللي هستخدمها نفسها نظيفه كويس جدا ومطهره. السكاكين، لوحه تقطيع نفسه. انضف الادوات اللي هستخدمها في التنظيف او التطهير للحاجات بتاعتي وبجففها. مهم ماشي. جدا ان انا اجففها سواء بمناشف نظيفه او بمجفف كهرباء على حسب كل مناديل ماشي او كل بيته. مناديل تكون طبعا مناديل المطبخ بالظبط، وبرميها لان طبعا ايه طبعا. من الحاجات اللي يعني الحاجه نفسها بغسلها بايه؟ بالميه الجاريه زي ما احنا يعني فيه. ودرجه حراره ليمون، ما احطش الحاجات اللي عايزين ينضفوا بيها دي. درجه حراره الميه لو سخنه هتغنينا، مش عايز حاجه هتغنينا. بالظبط. تمام. وببدا ان انا ممكن بقى عمليه التطهير ان انا استخدم بسيط من الكلور، بخفف الكلور 1.25 مللي لكل لتر، سواء علشان خاطر اعمل عمليه التطهير بتاعتي واجفف وايه واشيل الادوات بتاعتي كده في المطبخ تكون ماشي. نظيفه. ماشي. مهم جدا واحنا بنعمل الاكل نفسه نبقى واخدين بالنا من نوع من انواع التلوث اسمه الكروس كونتامينيشن. يعني ايه؟ يعني التلوث العرضي. الملوثات موجوده طبيعي في بعض الاغذيه، وعندنا بعض الاغذيه اللي بنسميها الفئات الحساسه للبكتيريا. يعني هي بيئه صالحه لنمو البكتيريا زي اللبن، لان في نسبه طبعا ميه عاليه، فبالتالي ممكن يكون في نسبه نمو عالي من الميكروبات. السمك، الفراخ فيها السالمونيلا، ودي طبعا من اخطر البكتيريا اللي ممكن تكون. دي طريقه الحفظ اعتقد بتقينا من انها تروح الملوثات ولا لا برضه؟ لا انا لسه ما دخلتش في حفظ خالص. انا بجهز كل ده، انا بجهز المطبخ عشان هبدا اقطع عشان ابدا احفظ. فاحنا انا بتفرج على الفيديو الصراحه دلوقتي مع حضرتك، وانا بشتري نفسه الحاجه الخضار او الحاجات دي كلها البس جوانتي بقى وانا بشتريها ولا اعمل ايه؟ يعني حضرتك لو تتفرج دلوقتي مثلا ده صور للاسواق عامه، وسيبك من الزحام، الزحام ده مش مشكله، متضايقه انت من الزحام ماشي، بس انا وانا بشتري بقى الحاجه نفسها اعمل ايه؟ واحنا بنشتري الحاجه نفسها طبعا، احنا واحنا نازلين بنبقى غاسلين ايدينا ومطهرينها، بنشتري الحاجه بتاعتنا. اهم حاجه عندي وانا بشتري الحاجه ما المسش وشي بايدي خالص تمام. سواء عيني او كده. وبوصل البيت عندي طبعا باخد كل حاجتي وكده. اول حاجه بعملها بحطهم في شنط. سامعيش انا تفاصيلي شويه. بحطهم في شنط الحاجات دي، اما ارجع افضيهم وارمي الشنط. في ناس بترمي الشنط زي ما احنا عارفين طبعا لان دي اسطح، وفي ناس طبعا ممكن بتعين الشنط لانها بتستخدمها بعد كده بالظبط. فهي الفكره كلها ان انا برده ممكن اطهرها، احط الشنط، ببدا افضي الاكل بتاعي، وببدا ان انا انظف الاكل بتاعي. لو انا هعين مثلا اللحوم بغسلها وببدا احطها في الفريزر. تمام. بمناسبه الزحام والتكدس على الشراء، احنا برده عندنا سلامة الغذاء هي سلوك طبعا، يعني سلوك وثقافة. ثقافة يا دكتور. ثقافة بالظبط. فمهم جدا احنا دلوقتي بدأ عندنا ظاهرة ان انا بشتري حاجات فوق احتياجاتي وببدأ اكدس التلاجة، وده غلط جدا على سلامة الغذاء، لان احنا درجة الحرارة والتبريد في التلاجة ما بتوصلش لكل الغذاء اللي موجود عندي، وبالتالي انا بسمح بنمو الكائنات اللي انا اصلا بحاربها من البداية. وبالتالي ان احنا ما يبقاش عندنا الكميات الكبيره اللي احنا بنشتريها ونحطها في الثلاجه في الفتره دي، ونحافظ على ان الاستهلاك بتاعنا يكون استهلاك معتدل. فدي برضو من الحاجات اللي احنا بنحاول في الفتره دي ان احنا نتجنبها، الشراء الزايد عن اللزوم. عندنا من ضمن الحاجات اللي احنا برضو كنا بنتكلم فيها في الاحتياطات اللي في المطبخ اللي احنا بنعملها، ان احنا خلاص احنا غسلنا اللحوم والدواجن، هنبدا ان احنا الخضار. في عندي خضار بسميه ريدي تو ايت، اللي هو بغسله وباكله، مش هعرضه لدرجه حراره، مش هغليه ولا اسويه. فده مهم جدا وانا بغسله. فكره النقع دي مش صح. ان انا انقع الخس، طبعا دلوقتي الناس كتير بدات تتجه الطبيعي، اعوف ميه وخل وبعدين احطه ليمون خالص، لا لدرجه هو يترمي بعد كده ما يتاكلش من كتر ما باظ. لا، هي الفكره ان انا بغسله تحت ماء جاري تحت الحنفيه، وانا بغسله وببدا ان انا اعمل عمليه ازاله لاي حاجه موجوده على الخص، بحيث ان انا لو في اي بكتيريا دقيقه موجوده عندي على الخص او ورقه الخص بتبدا ان هي فعلا تروح مع دي بكتيريا اللي تقع مع الميه الجاريه ولا الفيروسات تقع. تمام. بكتيريا او فيروس، اي جسم عالق انا مش شايفه هيبدا مع الميه يبدا ان هو ينزل في الصرف الصحي. الوسواس يا دكتور جوانا خلانا بجد مش عارفين نغسل، يعني جاي لي كومكس جميل جدا عجيب حضرتك شفتيه اهو معانا قدامنا على الشاشه،
ارش الاكياس بالكلور الاول ولا ارميه اللي جواها في الحوض؟ يعني وصل الفكره ان بعد فترات حضرتك بتقولي دي بنحرم مين حاجه بقى؟ مش عشان اقول هو زي ما احنا اتفقنا ان الفيروس حتى لو انا مسيت الاكياس الملوثه لو انا ما وجهتوش لوشي وغسلت ايدي كويس فانا كده ما خدتش الفيروس، لان هو الفيروس العائل بتاعه الجهاز التنفسي. تمام. النقطة المهمة جدا اللي احنا لازم تبقى عندنا ثقافة، يعني في ناس فعلا بدأت ان هي تهتم اغسل ايدي امتى؟ كان زمان بنغسل ايدينا بعد الاكل، لا دلوقتي في ناس فعلا بدأت ان هي تتجه ان هي تغسل ايديها. عندنا طبعا قبل ما اجهز اي اكل او قبل ما ابدا في اي نشاط بغسل ايدي او قبل ما البس الجوانتيات، في ناس دلوقتي بدأت تستخدم الجوانتيات، قبل ما البس الجوانتي برضو لازم اغسل ايدي بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها. واستخدم الجوانتي في مرحله الاكل بس وبعد كده ارميه هو كمان، عشان في ناس بتخليه بقى وبعدين بتستخدمه في حاجه ثانيه. ده في حاجه كمان، لو انا لبست الجوانتي وقطعت الفراخ واللحمه ارميه والبس واحد ثاني للخضار. لو انا هعمل طبق السلطه لوح التقطيع نفس القصه، يعني الجوانتي مش لمرحله الطبيخ طول اليوم. لا طبعا. ده الحاجه حاجه بالظبط. تمام. عشان ما اعملش الكروس كونتامينيشن اللي احنا اتفقنا عليه. تمام. تمام. طب لو انا في المطبخ وعندي حاله سعال عايز اعطس، فطبيعي انا ممكن الرذاذ ده يبقى برضو ناقل ملوث مباشر للغذاء. طب فانا في الحاله دي بعمل ايه؟ ببدا ان انا اعطس في الهدوم بحيث ان هي مش بيئه ينمو عليها الكائنات الدقيقه. وطبعا بعد كده ببدا ان انا اغيرها. فهي دي. هو انا لما اعطس في الهدوم بقى اغسلها بعد كده ولا ارشها بحل بقى هي ولا اعمل ايه؟ طب والله سؤال بيجي لي فعلا. طب انا عطست هنا، طب انا اعمل ايه بقى في ايدي دلوقتي؟ هي هترجع تاني للاكل ولا كده؟ لا، هي طبعا الهدوم دلوقتي تعتبر سطح مش مفيهوش اي نوع من الانواع اللي مش بيحفز نمو الكائن يعني بيموت على طول، او حتى ما ماتش. انا بعد كده بغير الهدوم دي وابدا ان انا اكمل تاني الخط السير بتاعي في المطبخ. ماشي. فزي ما احنا اتفقنا الكروس كونتامينيشن ده من الحاجات الخطيره جدا. السكينه اللي قطعت بيها الخضار اللي مش نضيف ما استعملهاش للخضار النضيف. ليه؟ اغسلها في المرحله اللي في النص. لازم اغسلها واطهرها، وبالذات لو انا استخدمتها لاغذيه زي ما احنا متفقين سمك. طب الصابون السائل بتاعنا ده الطبيعي ده مش حلو ولا لازم كلور ولا اطهر بيه الاجهزه المعدات؟ احنا اتفقنا بقى الصابون للتنظيف وليس للتطهير. يعني ما يموتش. لا، ينظف يزيل بس. لكن يموت يبقى يا اما كحول لايثانول يا اما طبعا عندنا الكلور يا اما الميه السخنه زي ما احنا متفقين. هيعمل طعم كده الكحول في المعدات الساكنه وانا بقطع. فاحنا بنتكلم ان الميه السخنه يمكن هي المتوفره كمان. انت حلولك يا دكتور الميه السخنه المتوفره في البيوت كلها، يعني في ناس مش هتبقى كل شويه، في ناس بتتعب الكلور كمان زياده منه ممكن تتعب الجهاز التنفس. فاحنا بنقول ان الحلول برضو تبقى امنه ومتاحه. مهم كمان ان احنا نبقى واحنا واقفين في المطبخ يبقى المطبخ نظيف ما فيهوش صراصير دبان، لان دي برضو من ناقلات الملوثات البيضه بتاعت الدبانه او الصرصار او كده ممكن تضر الصحه طبعا. وخاصه ان احنا لو عندنا المطبخ ما بنرميش الزباله بشكل مستمر لو الزباله مفتوحه، فدي برضو كلها حاجات احتياطات لازم. لو داخلين على الصيف وداخلين على نمل وده احنا بالظبط بالظبط. فلازم نبقى منظفين كويس جدا. السكر ما يبقاش يعني واحنا برضو شغالين في المطبخ لازم ابقى بنظف اول باول. عمليه ان انا اتفقنا ان التنظيف هو ازاله، فانا بشيل كل الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده حواليا، تجيب لي بقى حشرات، تجيب لي الهاموش، في حشرات بتبقى صغيره جدا فانا طبعًا. لازم ان انا اتخلص منها بشكل امن. طيب دي الملوثات اللي هي خلاص هناخد بالنا منها، واللي اعتقد تقينا بقى من فيروس كورونا كمان واحنا ماشيين في الطريق كده. انت حضرتك امنت لنا سلامه الغذاء عامه يعني، بس في النص كده في كورونا، هل في احتياطات معينه لكورونا ولا هو الاجراءات دي تمام كده؟ زي ما احنا بالنسبه للغذاء هو في كورونا لا ينتقل عن طريق الغذاء، لو انا اكلت اكل ملوث بالكورونا لا، بس هي الفكره كلها ان انا التلامس نفسه ما بين الاسطح بتاعه الاكل وعينيا او بقي او الكلام ده كله بالظبط الاماكن اللي هو ممكن كده الغذاء ده امن. كده الغذاء بقى طب امن. طب الغذاء اللي جاي لي من بره بقى، ما انا طلبت دليفري من مطعم ولا حاجه، اعمل ايه اما يجي لي؟ ما اطلبش اصلا البصه دي؟ ما تطلبش اصلا. هي الفكره كلها المفروض ان احنا يبقى عندنا، يعني انا طبعا طالب فانا مش شايف المكان اللي جايب منه الاكل ده شكله عامل ازاي. فكده طبعا يعني انا بقى المهم ان الاكل يكون مستوي كويس، يكون الـ الاكل شكله نظيف، ما يبقى يعني في حاجات كتير باين عليها ان الاكل ده نظيف، ولو ان في بعض الكائنات الدقيقه ممكن تبقى موجوده او فيروسات بتنتقل طبعا عن طريق الغذاء الملوث. الخضار اتغسل ازاي؟ دي طبعا كلها ما هو الحاجات دي انا مش عارفها ومش هلحق اعرفها من حضرتك دلوقتي، فلازم تنوريني الاسبوع الجاي بقى تاني نشرح الحاجات دي، لان طبعا دلوقتي حاجه عارفه ما بقوش 3 وجبات بقوا 18 وجبه في اليوم، ففي بتاع 4-5 بيجوا من بره، فعايز برضه اطمن الدليفري اللي هيجي لي من بره عامل ايه وكل الكلام ده. كل الشكر دكتور بسمه سليمان مفتش بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء، ومنتظر حضرتك تنورينا تاني للشرح والتفصيل اكتر للناس. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. خلصنا حلقتنا النهارده، بكره حلقه جديده من صباح الورد.